هذا شنو الخيار؟ عراقي. عراقي ليش مانعينه بسيطرة خانقين ما يدخل؟ سيطرة مال خانقين اللي هي السيطرة المركزية مال الجمرك، ليش مانعينه ما يدخل؟ ليش ما يدخل هذا؟ هذا ليش ما يدخل؟ ليش مانعينه ما يدخل؟ زين هذا الشجر لاخ عراقي هذا، ليش مانعينه؟ ليش مانعينه؟ الا تاخذ 200,000 و150,000 كنت تدي لي لا يطول 100 150,000 يلا يطب. صحيح. يلا وهذا تفضل انت مو سايق؟ هذا مو سايق؟ اليمن اليمن كذوكم. اليمن. على الشجر لو مع الخيار. ليش يقول لك؟ ما يعرف بالسيطرة ما يعرف هذا منتج محلي لو منتج مستورد ما يعرف. ناس ما يعرف غش مع مين؟ مو اهل اختصاص. اي هاي اقول لك هي بالسيطره هي هي وزراء ليس لها ليس لها اهل بالمكان انه بش اسمه ما يصير هسه انا واقف سيطره ما اعرف هذا منتج لو مو منتج بس يعرفون فلوس بس يعرفون فلوس اي والله نكون واقعيين لزمت عندي سياره بالحسينيه سياره الضابط على ايش لزمتها هاي الحسينيه على 125 كيلو ورقي والرقي عراقي يا من تعالها قال لي هاي احنا عندنا غير معرف الرقي يا بشلون انت ما تعرفه ابو سيطره وملازم وما تعرفه صادر سياره على 125 كيلو لبغريب واركض وراها لبغريب وصلت العميد خابره قال له بابا انت على 125 مصادر سياره قال له نعم سيدي قال له والله هيك من اللي خلاك بالسيطره ملازم العميد يقول له شلون انت خلوك بالسيطره قال له والله انا تعاقبت وجابوني للسيطره اي انا متعاقب وجابوني السيطره.